نتعرف باسم حضرتكم وما هو مجال عملكم واختصاصكم؟ أنا حميد بن مسعود بن ناصر السيابي، نائب رئيس فرع الغرفة في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان. أهلا، كيف رأيتم تركيا وهل تفكرون بالعمل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري في تركيا؟ والله أنا جيت أكثر من مرة وأكثر حضرت من مؤتمر أو معرض في تركيا. تركيا دولة متقدمة في الصناعات في كل المجالات، صناعة منسوجات أو الأحذية أو الكماليات، كذلك بالنسبة للأغذية وأدوات المطاعم والصحة، فهي وكذلك في الزراعة أو الأدوات الزراعية متقدمة جدا جدا جدا. شكرا. كيف رأيتم مؤتمر التراب وقائمين على التنظيم؟ والله معرض التراب اليوم كان معرض رائع، معرض يحتوي على الكثير من يعني القطاعات متنوعة، وكذلك كان في يعني روابط بين الدول العربية. شفنا في 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 من ضمن المعرض يعني فقرات عن العراق، كذلك الأشياء اللي يعني جات في المعرض كثير مفيدة، أتوقع للناس اللي حضروا اليوم المعرض راح يستفيدوا منها بإذن الله تعالى. شكرا. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظك.